المميزة مع سلمان الفرج، ماذا يريد أن يقول؟ هنا لحظة جميلة للمعيوف، للمعيوف سلمها للشلهوب، وهنا الهلال، هنا الهلال، هنا أوضاع الهلال، وهنا تاريخ الهلال، وهنا علاقة اللاعبين بما بينهم فقط في نادي الهلال. عبد الله المعيوف يحمل الكأس وقائدا للهلال بمباركة سلمان الفرج. هذا هو الهلال، هذا هو مشهد الفرح الجميل في الفريق الهلالي. إذا أردت النجاح شوف الهلال. تحياتي محدثكم أحمد خالد نبيسة، وألقاكم إن شاء الله في مناسبة فرح قادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.